وللتعليق والتحليل معنا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. بعد التحية لك دكتور إكرام. إذا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في العاصمة الليبية طرابلس، وأيضا لقاء برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة، يعني توجيهات القيادة السياسية دكتور إكرام كانت دائما يعني تصب في مصلحة الشعب الليبي في إعادة الاستقرار مرة أخرى إلى ليبيا، والآن أيضا إعادة الإعمار طبقا لهذا الوفد الوزاري الكبير الذي يرأسه رئيس الوزراء. تفضل. هي زيارة هامة لدولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ليبيا، وبتأتي الحقيقة يعني من حيث التوقيت في توقيت هام، وفي تطورات هامة بتحدث سواء في الداخل الليبي أو حتى في المنطقة. بيرافق السابع رئيس الوزراء وفد وزاري رفيع المستوى يمكن حوالي 11 وزير، بحثت مختلف جوانب التعاون على المستوى الثنائي بين مصر وليبيا. ومصر الحقيقة مهتمة بالشأن الليبي ومهتمة بمصلحة الشعب الليبي، وكانت الركائز التي تستند إليها السياسة المصرية في هذا الإطار وكما أعلنتها القيادة السياسية الحفاظ على وحدة الشعب الليبي، وحدة أراضيه، ثرواته، حمايته من التدخل. أيضا كانت وجهة النظر المصرية في هذا الشأن واللي أعلنت من جانب القيادة السياسية إن حل المشكلة الليبية لن يكون من خلال الصراع والاقتتال، وإنما الحل لابد أن يكون حلا سياسيا. وبالتالي احنا وجدنا أيضا أن مصر احتضنت الأطراف الليبية في مناسبات مختلفة، صدر إعلان القاهرة، مصر بتشجع جهود التسوية والخطوات التي تسير فيها عملية التسوية في الداخل الليبي ووفقا لتوقيتات زمنية معينة. الهدف هو الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية وعلى الجيش الليبي وحماية ليبيا من الانقسامات والوصول إلى حل مرضي ويحقق مصلحة الشعب الليبي. الوفد رفيع المستوى اللي بيرافق دولة رئيس الوزراء الحقيقة أيضا له دلال، وهو أن هتبحث علاقات وبحثت فعلا العلاقات الثنائية المصرية الليبية وعلى مستويات مختلفة، يعني يمكن على مستوى التعليم، على مستوى وجود خط ملاحي بيربط بين مصر وليبيا ومناطق مختلفة في ليبيا، خطوط جوية، التعليم. إذن هي مناسبة لتحقيق توافق وتعاون ثنائي بين مصر وليبيا على مختلف المستويات، وخصوصا أيضا على مستوى التنمية وإعادة الإعمار. على مستوى التنمية وإعادة الأعمار بالتأكيد، يعني أنه المشروعات القومية التي توجد الآن في مصر وهذه الخبرة الكبيرة لدى مصر في إقامة مشروعات تنموية، في إقامة بنية تحتية، كل هذا تحتاجه ليبيا في الفترة القادمة، ولهذا كانت هذه التشكيلة الوزارية التي رأيناها في هذه الزيارة مع رئيس الوزراء دكتور إكرام. ده صحيح، وده معناه أيضا أن مصر بتقف دوما إلى جانب ليبيا وتعمل لتحقيق مصلحة الشعب الليبي، سواء من الناحية السياسية بمعنى الوصول إلى اتفاق والوصول إلى تسوية للأزمات والصراعات التي كانت تتواجد داخل ليبيا، أو أيضا على مستوى الإعمار وإصلاح ما أفسده خلينا نقول الصراعات التي شهدتها ليبيا والانطلاق بليبيا في المرحلة القادمة نحو التنمية ونحو تحقيق مستوى اقتصادي مرتفع. وطبعا مصر لها خبرة ولها تجربة في هذا الشأن نتيجة للمشروعات القومية العديدة اللي بتشهدها مصر في الفترة الأخيرة، وأيضا معاونة مصر لليبيا في دفع عملية التنمية وفي إصلاح البنية التحتية. نعم. ده بيحقق المصلحة للشعب الليبي ولليبيا الشقيقة واللي هي دولة من دول الجوار واللي بيرتبط أمنها بالأمن المصري.
والأمن القومي المصري. الدكتور مدبولي أيضا يعني أكد خلال هذه الزيارة على ضرورة وجود خطط زمنية لتنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين، إذا أيضا هذه الزيارة هي تضع الإطار الزمني لتنفيذ كل هذه المشروعات التنموية في ليبيا. طبعا ودي نقطة مهمة أيضا أشار إليها دولة رئيس الوزراء، أننا نضع تصورات ونضع استراتيجيات للتعاون، وأيضا المهم أن يكون هناك خطط زمنية أو جدول زمني للتنفيذ، وده الحقيقة مطلوب لإنجاح أي عملية تنموية أو اقتصادية أو تعاون على مستوى الثنائي في أي مجال من المجالات، حيث أن تكون هناك متابعة من الطرفين، أن يكون هناك تحقيق للأهداف ووفقا للفترات الزمنية المحددة. الحقيقة أيضا الدكتور مدبولي يعني دعا نظيره الليبي إلى زيارة مصر، يمكن التعاون على هذا المستوى، الزيارات على هذا المستوى، الاهتمام من القيادة السياسية، كل هذا سيجعل هذا التعاون الثنائي والتنسيق هو دائما مستمر وكامل بين البلدين. دكتور إكرام، ده صحيح وده الحقيقة مطلوب، وده بيحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، إن مصر مهتمة اهتمام كبير بليبيا. ليبيا دولة شقيقة بترتبط بعلاقات طيبة بمصر، بنشهد الآن أن التعاون بيسير على عدة مستويات، سواء على مستوى العلاقات الثنائية وفي مجالات مختلفة، سواء على مستوى التنمية، سواء على المستوى السياسي، وخصوصا أيضا الشأن السياسي الليبي الداخلي بهدف الوصول إلى تحقيق عملية نقول تسوية سياسية كاملة، وأيضا وفقا للتوقيتات الزمنية التي كانت محددة من قبل. إذن التوقيت الزمني مهم سواء في المسار السياسي أو في المسار الاقتصادي أو في المسار التنموي، وبيحظى بمتابعة الحقيقة من الدولتين الشقيقتين، وبما يهدف في النهاية إلى تحقيق المصلحة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.